طيب عادل، بالنسبة للبطولة العربية اللي انت شاركت فيها اللي كانت في قطر مؤخرا، انت برضو حصلت فيها مركز الأول ذهب الحمد لله. شفت المنافسة فيها كانت عاملة ازاي؟ الحمد لله، كانت المنافسة كانت ضعيفة طبعا عشان بطولة عرب، وهي عامة هي منتخبات، بس اللي كان منافس ليها كان الجزائر، ده يعني شمال أفريقيا. شمال أفريقيا، لكن الحمد لله كسبت طبعا. وما كانتش يعني بطولة العرب دي ما كانش منافسة قوي، يعني كانت يعني المنافسة فيها ما كانتش قوية، ممكن تكون بالنسبة للميزان بتاعك، ولكن بالظبط. على الـ يعني الـ 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 الأوزنة الأخرى أو الميزانات، الميزان الآخر يعني. عامة هو كان ميزاني يعني ما كانش قوي، فالحمد لله جبت اول ده كان بسهولة من حسن جدا. حظك. طب إيه بقى المشكلة كانت مع اللاعب الجزائري؟ يعني كانت إيه هو قوته في إيه؟ كويتو كان لعيب خبرة طبعا، لعيب كبير، مش ضعيف طبعا، وهو كبير اكبر مني، وبعدين لعب بطولات كتيرة طبعا، وعنده خبرة كبيرة اكتر مني، وكان كله مرشح له اللي هو يكسبني. بس انت كنت الحمد لله بتلعب معاه في الفاينل؟ في الفاينل، بس الحمد لله كابتن مرزوق جالي قبل الماتش، قبل الفاينل، قال لي عادل لازم تكسب وبتاع، فالحمد لله قلت له ان شاء الله هيكسب، انا طبعا انا هفرق عنه كتير جدا وان شاء الله افوز عليه، والحمد لله كسبته، فرق عالي جدا، الحمد لله. فرق وسكور عالي جدا. عمر، بالنسبة